سبحان الله لا اله الا الله سبحان الله لا اله الا الله قال الميت وش بدفنه ميت سبحان مغير الاحوال من حال الى حال يقول لك في هالدنيا لو تركض ركض الوحوش غير حقك ما تحوش غير رزقك ما تحوش جابوا يعرف المثل زين اول شيء بس وصلت ويرسل سبحان الله يقول لك الواحد في هالدنيا ما ياخذ له نصيبه نصيبه دار الزمن ولا قصار نصيبه نصيبه المكتوب ليك بتحصل زي علامكم وش سبحان الله سبحان الله وش مستوتوا وش بيتغير حال من حال زي وش من احنا شوف جايينك نباك موضوع موضوع وش سلف انا ما عندي سلف انا ما قايلكم من قبل سلف ما سلف. انت اخبق الدب اخبق الدب انت جايبين ماي نشربه الدكتور مقل لنا اشرب ماي وايد بالصيف بالصيف انزين ما قال لك لا تخلص ماي الفقير يا ابن انا باشرب يا ابن انا باغى اشرب اروح سير الدكان ابوي يشرب لين تنطر انزين اسمع انت اسمع الموضوع اللي جايينك احنا فيه وش من المواضيع هذا الموضوع بيفرحك لكن احنا بضرنا وش انزين خالد خابر وفكوا عليكم سبحان الله سبحان الله يقول لك من غير من حال لحال استغفر الله العظيم بترمسوا ولا روكم بترمسوا ولا اقبضكم الشارع ثم سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله اللهم لا حسد اللهم لا حسد اللهم لا حسد اللهم لا حسد انا من اليوم برابعك وانت كيف مقصر تحسب من زمان ما تخوز مني هاي فتره العصر لكن الحين صبح وليل ولا كل يوم معك ولا قعدتي انا العصر ما قال انك بتيان صبح وليل ما بتبات عندي بمره انت في البيت سبحان الله مغير يا ابو تخابر ابو سيف شايف فيه مات وش لا ما ابو سيف وش عيل اشو ما وياكم يكفي ابوك علام ابوي حد يطالبه بفلوس وش ابوي مات الله يرحمه وش ما حد يطالب بفلوس لكن ابوك يوم كان حي وين كان سيراته ويجاته ما خلى مكان ابوي برع البلاد يعني وين سار كان يسير الكويت واشتغل في البحرين وش اشتغل في البحرين يطير طياره شوف هليكوبتر وش اشتغل في البحر يداهم اشتغلوا وش اشتغلوا عندي من اشتغل لا بصير افتش عنه ماتوا كلهم شبعوا موت تحقيق وش عندكم غير البحرين والكويت وين سافر سار الهند اخر ايامه قام يسير الهند الهند سار هي سار الهند سار علاج يعالج رابعته مره وحده يعني عقب قال لي بس لا تسي وياه يعني سار اكثر عن مره هي دائما يسير كيف وش كم مره تقريبا وش قاتل حد وش ناك لا ما قاتل حد بس وش عيل وش تبو كم مره ما اعرف والله ما حد. انت رابعته مره واحده وعقب قال بس برايك لا تسير شل قام ريال يشله مني ما اعرفه من لكن قام يسير هو وياه وش مسوي وشو كثر ما نكرت عليه شيء وش نكر ما نكرنا عليه شيء له وش مثل وش يا الربع وش مسوي لا تدوروا لنا براسنا هو وين توفى هنا ولا بالهند استغفر الله العظيم برنك بهدب هاي برنك انا انت وش شيء تحقيق هو لا اساله لان حياته ابوك انا ما لحقت عليه وين وش تلحق عليه هنا ولا بالهند استغفر الله العظيم بعد يا ابوي لا ترفع لنا ضغطنا وش مستوي وش مستوي اتصال على رقم الاعلانات تسمع نعم يعني امس اتصال على رقم الاعلانات زين وشخص اسمه مورلي من سيف بن مبارك حلو من اسمه مورلي سيف بن مبارك انزين الريال امه هنديه وابو عماني انزين حلو وانا وش دخلني المهم يدور اخوانه هي وعر سبحان الله قال هذا نفس صوت ابوي اللي هو صوتك انت يعني. شاف الفيديوهات وهذا واتصل على رقم الاعلانات استريح مكانك استريح مكانك طول ما حد غيرنا احنا داخل الدنيا دي ما انا ابوي اقولكم ساير يصير علاج قبل يقول لك شيك علي رسل لي البطاقه لسامي طلعت من الطابقه شفت نفس الاسم سبحان والحس هو مره والشكل يقول مره هذا يقول يخابر مرة. علي يقول لي شكله مره كاني اشوف ابوي قدامي نعم الله يخلق من الشبه 40 لكن ما الريال يقول هو عنده خير من كلام علي نعم ريال كبير مستثمر كبير في دبي وعنده عمارات في منبي وما اعرف وين ريال مره تاجر يعني من اي بلاد هو هناك عزمني قال تعال قلت يا ما بيجيك انا كيف ما بتصير كيف ما كيفك انت ما اعرف وانت ما وش قلت لي ما قلت لي انه يمكن اخوك ذا سبحان الله فايز يستوي يمكن ابوي بعد انا هم سوينا معرس يسووها شواب يسووها انا ذيك اليوم عند ربيع ابوي يدوروه يحيدوه المستشفى منوم وشويه وظهر عنهم ما دلوا وين قالوا رايح علاج وشويه وتفاجئوا ان معرس الريال هناك عقب ما طلع عنا لكن ذاك ما خير ماشي عنا ما مولف شيء
الله يرحمك ويغفر لك يا وعلي. انت رغم الريال عندك؟ نعم موجود. انزين تواصل وياه بارك الله فيك، تواصل اطلبك شويه كيف مستوي؟ انزين اقول له اخوك يباك ترى كيف ويا اجتماعاته الحين صار اخوك قبل شويه يقول ما عندك حد عيه. استغفر الله العظيم، ترى الريال يدورنا، روح يدورنا احنا. اتصل اتصل سالني بعد عن اخوانك، قلت لي عنده اربع اخوان. وبمر من تقول له اربع؟ تو اربع بمر من اربع. نعم اربع اخواني من لم ذيلي ما يورثوا ويانا. ما ورثوا الريال بيعرفكم، الريال ما يبي يوزع ورث. وش عيل الريال يبي يعرفكم يبي يسمعكم. زين انت ما لا تقول لي انت اربع. اربع الوش ذيلي اخوان من ما عندي انا غير اخو واحد بس. اربع الوش طيب يشوف اخوانه بعد. انت انا اخوه انا بس واحد. انت هم انتوا كم؟ استغفر الله العظيم، احنا كلنا اربعه لكن لي اخواني من لم ما يورثوا وياني. انت علي اتصل بالريال، اتصل بخله يبى انا يبقى ما بتصبته فضيحه. فضيحه وش ما اخونا لازم. هو قال لي اول شيء ارسل له في الواتساب، عقب من يقول لي اتصل فيه اتصل فيه. على يدك شيء وقت صالح، وقت صالح عطني انت رقمه. اقول عطني بتواصل وياك. اتكلم عربي انجليزي. زين انجليزي كل ما انت عربي ما يعرف يتفاهم. كيف عاد تقول ام ابو عماني؟ ترى ارسل لي هو التفاصيل في الواتساب وانا ارد عليه. استغفر الله العظيم. انت تبى تزيد؟ زين متى بتواصل وياه؟ متى بتواصل وياه؟ عقب بشوفه يكون برسل له. انا نسير له نسير له. انت قم بنسير له، احنا مصلي المغرب ومتواصل. هذه دبي اصلا هو الروح كان يبي. انا قلت له اصبر بتاكد اول وعقب. انت خلي اذا ما بي بنتواصل دبي، ما من بعد احنا مصلي المغرب ورايحين. روش الريال ما فاضي ما تو نسير. اتصل به علي، اتصل به. يجيك الله براي، انا بواعده وبشوفه متى عنده وقت يجي وبخليك. زين خلي متى يني انا موجود. تبون اسير له بسير له بشوف ما من بعد دبي. بقول له يا ابوي خير عنده خير. خير ابوك ريال تاجر كبير مستثمر في الامارات. استثمر هنا في دبي. في دبي وعنده عماير وعنده في الهند بعد عماير. وبعد يقول لك لا تتصل باي وقت؟ ها؟ نعم. كيف؟ ليش؟ وش؟ قال ليش قال لك لا تتصل اي وقت؟ لان عنده اجتماعات وعنده امور وهذا. استغفر الله العظيم. ترى هو يدورنا عيل. كيف جاء وقال لك لا تتصل؟ قال لي عقب ارسل لي على الواتساب اول عقب من اكون فاضي. قول له انا التقيت في اخوك شخصيا، التقيت في اخوك. لا يجيني انا روحي بخابره. انت اليوم ما تعرف لي زين. بقول له انا بشوفه والله. فهد انت نزل الكاميرا، فهد نزل عن الوالده تتابع التليفون وتحسس. قول ابوك معرس علي. زين ليش ترى ابوك متوفى؟